الحمد لله اللي وصل المنتخب للدور هذا شي كان مزيان الحمد لله. احنا فرحانين واخا المنتخب احنا فرحانين واخا الدموع في عينيك ماشي مشكل هاني اخويا. المهم المنتخب اخويا فرحنا عمرنا ما فرحنا اليوم فرحنا اخويا ما كاين حتى مشكل واخا الدموع كاينين في عينيك ما كاين حتى مشكل اخويا هاني ما كاين حتى مشكل. شكرا ناضيه بزاف كاع والله الا مزيان ولكن اش غادي دير فرنسا شويه مجهده علينا ولكن غلب الله هذا الشيء اللي عطى الله. تبكي على الماتش راه ما كرهناش نديو كاس العالم هذا العام هذا ولكن ان شاء الله ربع سنين جايه يكونوا عندنا لعابه مزيانين ان شاء الله. علاش اللعابه ما عجبوكش ديال اليوم؟ عجبونا في الماتشات اللي قبل دابا اليوم مخلوعين داخلين مدهشرين شويه. ايوا اش غادي دير؟ هذا لا ودي الله يهدينا وصافي.